صالح العمري من الحرم. صالح مساء الخير، ايش الجديد عندك؟ ايش حاب تطلعنا عليه؟ مساء الخير يا محمد، يعطيك العافية. الجديد يا محمد يعني في الدقائق القادمة أو الساعات القادمة بإذن الله حجاج بيت الله الحرام سيتوجهون هنا للمسجد الحرام، نعم، لإكمال حجهم لهذه السنة. طبعا من بدايتنا محمد، يمكن أنا من أول ما دخلت للحرم المكي الشريف، طبعا إجراءات وبروتوكولات كلها متبعة بشكل رائع ومميز. إحنا شخصيا لما دخلنا الموظفين اللي كانوا معنا في احتياطات لدخولنا، جميل، عملية التصاريح وعملية أيضا الفحص اللي في دخولك من عند البوابة، في أيضا خطوط التباعد لحجاج بيت الله الحرام. هذه حاجات مميزة يا محمد، ويمكن حبيت أنا الآن في هذا النقل أني أركز على شغلة معينة ما شاء الله يعني قامت بها رئاسة شؤون الحرمين، أبعرف وخليني مع ضيفي الآن بنتكلم عنها. حاجة مميزة وهي حاجات التنقل أو جميل. عربات التنقل لحجاج بيت الله الحرام. طبعا خدمة ضيوف الرحمن هذه أكبر يعني نعمة وأكبر شرف للمملكة العربية السعودية. بعرف أكثر مع الأستاذ بدر، بلا شك ناخذكم في هذه التفاصيل. مع تفضل يا صالح. بندر خوج، وهو مدير إدارة التنقل في رئاسة الحرمين. أستاذ بندر، أنا في البداية شفت الفكرة جميلة جدا وتخدم حجاج بيت الله الحرام، كهي عادتكم سنوية، نتكلم عن هذه الخدمة وتقدمونها وكيف طريقتها؟ أول شيء رحب بالمشاهدين والمستمعين وأهنيكم بعيد الأضحى مبارك، وحرصا من ولاة أمرنا على توفير الراحة لحجاج بيت الله الحرام بمتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس وإشراف من مدير وكيل الرئيس العام للخدمية والفنية الأستاذ محمد الجابري. حرصت الرئاسة على توفير عربات كهربائية وعربات عيدية. العربات العيدية تكون على مداخل دخول الحجاج، على نفس المداخل توزع لهم، والعربات الكهربائية زي ما احنا شايفين على المسعى متواجدة، بعد طلوع الحجاج من المطاف يقدر يستخدمها الحاج في السعي بسرعة محددة. ما شاء الله يا بندر، أنا قبل شوية يعني كنا نشوف يعني عربات متطورة نتكلم عنها، عن يعني ما شاء الله خدمتها كيف تخدمنا وتخدم الحجاج. والله تخدم الحجاج بشيء كثير. أول شيء أنه تكون أول نبدأ في البروتوكول والجائحة اللي موجودة، تعقم قبل ما يأخذها الحاج وتعقم بعد ما يأخذها الحاج وتكون جاهزة له. يجي الحاج يركب العربية، فيه طبعا فرق من الصيانة وفيه من الزملاء لتعليمهم كيف استخدامها بسرعة محددة لا تزيد عن 10 ملي في الساعة، سريعة خفيفة، ويستخدمها الحاج في السعي. ليه؟ أنت قلت لي في واحدة يدوية وفي واحدة كهربائية. اليدوية اللي هي متواجدة على أطراف مداخل دخول الحجاج وهذه تستخدم للمطاف لسلامتهم، الكهربائية في المسعى بعدم نزولها في المطاف لكثرة الحجاج وعدم مضارتهم. طيب احنا الآن إن شاء الله يعني خلال الدقائق القادمة سيصلون يعني حجاج بيت الله الحرام، طريقتكم بروتوكولاتكم المتبعة كيف بتكون؟ نحن مجهزين العربات معقمة، موظفين أخذين الاحترازات العامة على جميعهم اللي موجودين على العربات، معقمة قبل تسليمها للحاج وتعقم بعد ما نستلمها من الحاج، تكون معقمة في أعلى سبل التعقيم. أستاذ بندر، أنا شايف ما شاء الله الشغل الجبار اللي أنتم تقومون فيه، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله، وإحنا حنكون معك في استقبال لضيوف الرحمن بإذن الله. يعطيك العافية الأستاذ بندر خوج، وأنت مدير إدارة التنقل بشؤون الحرمين، يعطيك العافية وشكرا. الله يسعدك، شكرا لكم، وإحنا جاهزين لاستقبال زوار بيت الله الحرام. مشاهدينا الكرام، يمكن زي ما تطرقت أنه الآن إن شاء الله خلال الساعة القادمة بإذن الله حجاج بيت الله الحرام حيكونون متواجدين هنا في أطهر بقاع في الحرم المكي الشريف، وزي ما تحدثنا عن عربات التنقل اللي تخدم جميع حجاج بيت الله الحرام. ما شاء الله يعني الشغل على قدم وساق لاستقبال حجاج بيت الله الحرام. محمد، إن شاء الله احنا حنكون مستمرين معكم في التغطية من هنا بإذن الله في الساعات القادمة بإذن الله. خليني أعود الآن لك بالاستوديو، تفضل كلمة. بلا شك احنا مستمرين في هذه التغطية صالح، الله يعطيك العافية، حديث جميل مع ضيفك الكريم.